من جانبه أكد سعادة السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين على متانة وعمق العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وأن العلاقات تشهد تطابقا مستمرا في مختلف المصالح والرؤى بين البلدين. العلاقات السياسية بتشهد تطابق كبير والحمد لله في كافة أوجه القضايا، ومؤكدا على الدعم المتبادل والذي نعتز بوجوده، دعم مملكة البحرين لكافة القضايا والمصالح المصرية، وأيضا الدعم المصري القائم والدائم لكافة مصالح مملكة البحرين. وأذكر في هذا وأستشهد بمقولتين، مقولة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن أمن وصالح مملكة البحرين وكافة الشعوب والدول الشقيقة بدون مجلس التعاون الخليجي هو جزء لا يتجزأ من أمن ومصالح الدولة المصرية. وأيضا أستذكر ما تفضل وذكره جلالة الملك حفظه الله في أكثر من مناسبة، ودعمه الكامل لكافة المواقف المصرية وللاقتصاد المصري، إبان زيارة جلالته للمقاصد السياحية في مصر ومشاركة جلالته في المؤتمر الاقتصادي الاستثماري في مصر،